عملاقة الرقمنة والتكنولوجيا المعلومات والسحب والحوسبة افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيضمن أعلى مستوى خدمي في تلك المجال، وبتشمل المراكز العملاقة للبيانات، المركز الرئيسي، المركز الاستراتيجي، والمركز التبادلي، وكل واحد فيهم هيكون خطوة قوية في تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة، والهدف إن مصر تتحول لمركز إقليمي رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت إن بفضل جهود مصر في تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات حصل تضاعف في أبراج الهاتف المحمول، وده ساعد على تهيئة بيئة مناسبة للتحول الاستراتيجي نحو الرقمنة. وقال كمان إن الشركات مش هتقدر تستثمر بمجال الحوسبة إلا في الدول اللي بتتمتع ببنية تحتية قوية بتتضمن حفظ البيانات والتطبيقات بشكل آمن ودقيق. ومن مميزات المراكز إنها سريعة في السيطرة على البيانات وأرشفتها بالكامل، والقدرة على إنشاء وتداول تطبيقات المعلومات داخل مصر لعدد ضخم من المؤسسات سواء حكومية خاصة وكمان المستثمرين والشركات. وأضاف وزير الاتصالات إن أصبحت كل مخازن مصر الرقمية مختزنة داخل مراكز البيانات العملاقة، وتحولت الحكومة المصرية حكومة لا ورقية، وقدرت المراكز إنها تسيطر على خدمات 114 جهة حكومية، وتم تحول 600 تطبيق حكومي للحوسبة الساحبية بمراكز البيانات الجديدة. وأكد الرئيس السيسي إنه ما يحدث في مصر حالياً في مجال الرقمنة فوق خيالكم، وإن مراكز البيانات العملاقة المتقدمة دي متأمنة جداً بكل الوسائل، ومحدش يقدر يوصل لعقل الدولة المصرية، ومراكز البيانات دي عملناها عشان نطور مصر في كل المجالات، خصوصاً إنها أصعب فترة على مصر والعالم.